بحضر له الموجود، يعني اكيد بحضر له، يعني مش هسيبه من غير فطار، يعني الموجود بحضره له، اكيد لازم الشاي بلبن الصبح والجبن زي كده الموجود. يعني انا لو هي ما حضرتليش الفطار احضر لها انا الفطار عادي، انا وهي واحد يعني. بجهازه طبعا وكويسه، وبتقوم بدري تجيب العيش وتجيب الفول والطعميه وكده، يعني متفطر العيال وانا وكلنا مع بعضنا بنفطر يعني. لا انا لو يعني قليل اول لما بحضر، انا احضر كل يوم دي لا، هو بيقوم من نفسه بيلبس وياخد بعضه ويمشي، بيفطر مع زمايله في الشغل. كانت هي الاول واخده بالك كده، لكن الظروف الصحيه دلوقتي واخده بالك، انا بحضر فطار وابني بينزل في نفس التوقيت، بينزل مع بعض في العربيه، وبالتالي انا بحضر الفطار ليا والابن.